واهلا وسهلا فيكم بعالم المرسيدس الشكل الجديد كليا. عم نحكي عن مرسيدس A220 فورماتيك 2020 والاحلام هيدا كله نايت باكج ليد هاي بيرفورمانس من مرسيدس. شوفوا هالجريل دايموند كات، بنص الجريل عندنا لوجو المرسيدس، هي عباره عن الرادار فانكشن تومبوني وهو فتوحاتها لان اي ام جي باكج، وركزوا معي هالشفره الخفيفه النظيفه، جونتو الوانه الحلوين 18 انش اي ام جي طبعا، المرايه بلايند سبوت بتضب على الكهرباء، فريم الازاز جلوسي بلاك ماسكات ولا احلى من هيك، هالكروم منكهين بتدور بتفضح على البصمه والسايد سكيرت نافر، جونت مسح البرمه، شوفوا هالستوبات الليد، شفره كتير لابقت لها، A220 واكيد فورماتيك بقلبها كاميرا، هيدا هو المفتاح الجديد كليا من المرسيدس، وهلا اجى الوقت تعملوا برمه حوالي هالقال حلوه المميزه. داخلية جلد اسود، الكنتارا اسود والدرز الحمراء والتيتانيوم، سقف بانوراميك والدبل اي سي، شوفوا معي تقطيعة هالفرش، سوفت ليذر كله تيتانيوم، شيفترز تيتانيوم، هالشاشة الكبيرة بكل معنى الكلمة، هيدي الشاشة تاتش مثل ما نيكون عم نشوف، هلا رح نشوف فتحات هالاي سي الحلوين، كبسة السعادة، هيتد سيتس، شوفوا هالباد هون بنغير الوضعيات من الدايناميك للايكو، اجى الوقت ندور بكبسة السعادة، اهلا وسهلا فيك بالمرسيدس. هلا حطينا اريال حتى نشوف السنسر والكاميرا، وشوفوا هالاضاءه الداخليه المميزه مع طبعا امكانيه غيار اللون الداخلي، شوفوا التيتانيوم وفتحات الاي سي، وهون بنتحكم بالاضاءه، وهيدا طبعا الفريم. ما دام ممنوع الله يبعد دربات ويهني صاحب النصيب. صوره وسعرها على الويب سايت ركين موتورز.com.